برنامج جديد وحلقة جديدة، واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة محاكي تنظيف الأسلحة. فكرة اللعبة ان احنا راح ننظف الأماكن وبنطلع لنا أسلحة بالماء. ما فكرة غريبة شوي بس راح نشوفها. كلها دائما اجرب العاب غريبة عجيبة موجودة على الجوال. في عدد كبير اتوقع منكم قاعد اجرب الالعاب هذه. المهم اللعبة قدامنا وخلنا نضغط بلاي ونشوف مع بعض. انا اتوقع اني لازم امشي واحاول انظف. شوفوا الحين نظفنا السكين، راح نقدر ان احنا نفتح السكين هذه، نطلع السكين اللي بعدها. اوكي، الشيء اللي بعد راح يكون ليفل 5، هل نقدر ان احنا فعليا ننظف؟ تنظيفه صعب، تنظيفه صراحه. احنا يمدينا نتحرك ونمشي ونسوي الحركات هذه. فالحين معي السكين، هاي السكين هي اتوقع ناخذ فيها الفلوس. اوكي، وهذا نقدر نحن نجلده. اوكي اوكي، معناته ان الشيء اللي راح نطلع سواء سكينة او اي شيء لازم نحاول نحن بعد اللفله. فانا الحين اقدر ان انا امسك بالطريقه. او في وحش. الو اجلد يا حبيبي. نقدر اتوقع ان يمدينا المفروض. فاول وحش عندنا خلصنا عليه على طول اللعبه بالطريقه هاي، ما فيها صوت اتوقع، غريبه شوي بس ما عليه. المهم خلينا ناخذ الحين الفلوس كامل. هل عندنا فلوس الحين لفل؟ اتوقع لا. نروح نكست ليفل، خلينا نتاكد مع بعض. يا عمي ليش شارين صوت اللعبة؟ يلا نقدر نقوي هو هذا. بسم الله. زين الحين في صوت. اوف ليفل حد قوي هناك، انا ليفل 2 فما يمدينا على هذا، ما يمدينا على هذا، بس نحاول بس ما يمدينا عليه. ناخذ هذه نروح للي بعدها. حلو، سكيننا الحين المفروض انها تكون اقوى واقوى واقوى. فندخل على طول اللي بعدها، خلينا نحاول نزيد الدم. زدنا 1% زيادة، 1% زيادة، فراح يفيدنا هني. هذا ودع الحمد لله. اللي بعد اتوقع انه راح يودع. جيب جيب جيب، ونروح على طول للاخير. فاجينا الاخير، خلينا نضغط 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 نضغط. ليتس جو. هذا شنو؟ حديد. ما اعتقد اننا يمدينا عليه بس بحاول. هذا حديد لابس. لا اتوقع ان احنا ودعنا فوق ضربتين. فاز علي. افا اتوقع انه قدر يفوز علينا فعليا. هات فلوس، مو مشكله هات فلوس. بحاول اقوي نفسي لان حرفيا انا حاليا جدا ضعيف. دقيقه نزيد هاي، نزيد الفلوس حقتنا. ضغط. انا ليفل 2، حدي على الاشياء اللي اصلا ليفل 2، غيره ما اقدر. ليفل 5 ما يمدين عليه حاليا. نغسل الاشياء ليفل 2. نظفنا الحين هذا كله، خلينا ننظف المكان. اعتقد يفيدنا في شيء ما ادري. المهم في عندنا هنا ناس، نحاول نحن نشيلهم. الدمج اقدر اكسره. كسر 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 كسر. هات هات الدمج، هات الدمج. عندنا الفاير ريت بحيث ان الضربات شوفوا اسرع الحين. معدل الضربات صار اسرع من قبل، يعني الحين 100% ان شاء الله راح اعدي. عندي قوه، عندي دمج زائد 3، وعندي فاير ريت عالي، فالمفروض ان انا اقدر الحين اعدي. اوف بعد ايرون، نفس الشيء نفس قبل شوي. امسك امسك. لا لا هالمره راح نخلص عليه. شوفوا كيف سرعه الاطلاق عندي جدا 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 عاليه. ايوه ايوه ما يوصل. بليز بليز بليز. ليتس جو. جلدناه وقدرنا الحين نوصل للفلوس اللي موجوده في النهايه وناخذها كلها. فالحين لما اخذ الفلوس هذه اتوقع اني بستفيد. طور اي طورت الدمج والفاير ريت اثنينهم مع بعض، وزيد الحين هذا. فمشينا الحين المفروض ان احصل فلوس اكثر واكثر. انا ليفل 2 كالعاده، ما يمديني على هذا للاسف. للاسف والله كان ودي بس ما يمديني. وصلنا ستيج 4 وما ادري، المفروض نكون اقوى بس ما عليه. نقدر نزيد الدمج، زيد الدمج زيد الدمج زيد الدمج زيد الدمج زيد الدمج زيد الدمج. ايوه اوه انتبه. شنو؟ فلوس عطني. ما ادري الليفل هذا، ما احسني بدعت بزياده. شنو ها؟ يا عمي كاتمان. الو كل ما اطلق عليه يصغر. اوكي ما عندي فاير ريت عالي، راح يفوز. فاز للاسف. جدا صعب لانه ما قدرت احصل في شو اسمه لا دمج ولا فاير ريت عالي للاسف. ناخذ الاشياء، نزيد الفاير ريت، خل دمج على جنب ونزيد هذه. يلا هاي اذا زيتها يصير ليفل 3. اوكي اوكي خلاص فهمت فهمت يا جماعه. اذا طورت اللي على اليسار اقدر اني اغير السلاح حقي بعد فتره. فانا الحين بوصل لليفل 5 تمام، بحاول الحين اجمع فلوس. الفلوس اللي راح اجمعها راح احاول من خلال ان انا اطور الفرد حقي او السكين لين تصير ان شاء الله فرد، وشوي شوي امورنا تصير احسن واحسن. يلا 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 يلا. زي 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 الفاير ريت، زي الفاير ريت. اوكي زدنا حبه بسيطه. ما اخذت الفلوس، ما اخذت الفلوس. سحبت على واحد بعد. ما استفدت ولا شيء تقريبا. اي فلوس الحين اطلعها
ندبر نفسنا ندبر نفسنا دقيقة دبر نفسك الحين خلينا نشوف مع بعض وش راح نقدر نسوي. يعني أنا الحين أقوى من قبل شوي بس ستيل ما راح أقدر أفوز عليه. ياب يا جماعة قربنا نخلص عليه بس ما قدرنا نهائيا. كم الفلوس اللي راح نقدر نحن نحصلها؟ 500. ما راح أشتري شيء من هذيلا نيكست، ما راح أشتري ولا شيء منهم ولا أبي شيء من هني لو سمحتوا شوي. هذه ليفل 5 شنو معناته سيد؟ معناته الحين يمديك على الفرد. ياب نجي هني يلا نطور ناخذ أول شيء الفرد حقنا. أخذنا الفرد، نجي ناخذ الفرد مرة ثانية. أوكي فالحين ببساطة جماعة طورنا صار عندنا فرد. أوكي الفرد يعني ما صار فرد، وينه؟ وين الفرد؟ لا وين الفرد؟ ما أعطوني إياه. غريبة، هو المفروض أن يكون عندي فرد حاليا بس ما أعطوني نهائي. أنا أعتقد أني قللت الفاير ريت حقي، أعتقد أني قللت الفاير ريت حقي. دقيقة في هذا المكان شو أسوي؟ أبي الفرد لو سمحتوا. هذا انزين، هي ثالث مرة، نروح للي بعده. رابع مرة بليز، ما أبي سكين يا أخي. دقيقة ليش سكين؟ ما فهمت ليش تكين يا جماعة. اجلد هذا، يمديني ارجع. انا ما ادري اخسر اخسر ولا لا اذا رجعت، اعتقد لا. يمديني ارجع واخلص عليه واحصل منه فلوس. اللي اخلص عليه ما احصل منه فلوس، بس غريبة ما قاعد يعطوني الاسلحة الثانية. ما راح اقدر افوز اعتقد يعني. خلنا نشوف. لا والله لا والله يا عمي، سلاحي صار قوي جدا لما قمت اخذ الفرد. اوكي انا بستمر شكلي بالسكين. اوه لا ما راح تستمر بالسكين، نظف سلاحك الجديد، نظف يا سيد سلاحك الجديد. زين بس نظفته، شنو باقي؟ باقي شيء؟ المفروض السلاح نظيف الحين بالكامل. جالس احاول ادقق والله، ترى نظفت السلاح كله نظيف. شنو الحين يا عمي؟ نظفت السلاح كله، شو اسوي؟ ما ادري. المفروض الحين هذا السلاح هو النكست، يعني هو الشيء الجاي حقي. هي ما كان سحبت عليها، خلينا نحاول ندقق. يمكن هني بين الاشياء، فاحس ان بس يا جماعة اخوان نيكست بليز. ما ادري، ما اعطوني سلاحي. المفروض اللي سلاح ما ادري ليش ما اعطوني اياه، بس بشوف الحين. يمكن الحين يكون لانه وصلنا ليفل 6. اوكي اول مكان راح نعدي الحين ان شاء الله بسهولة. وصح اللي سويته يا اخوان ولا لا؟ نشوف الحين. ست الفاير ريت حبة واحدة. هات الفلوس فاير ريت مرة ثانية. إذا ما ضبطها لا تأخذها يا سيد، تأخذها. يمديني أرجع وأجي أجلدهم، أرجع وأجلده شي بالطريقة هذه. نرجع مرة ثانية هني نغسل. أتوقع نفس اللي قبل شوي، بس اللي باين عندي إنه ما أدري كيف راح أقدر أخذ السلاح، لأن حتى لو نظفته بشكل كامل ما راح يمديك تأخذه. أوكي والكاميرا ما شاء الله طفت علينا في الوقت المناسب جدا يعني. يا جماعة هذا مقطع بشكل كامل، زر اللايك والاشتراك ونشوفكم على خير إن شاء الله في مقاطع أخرى من اللعبة والعاب ثانية. مع السلامة. اللايك أمره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم. هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتنقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.